هكذا كانت الأجواء بعد نهاية اللقاء الودي الذي جمع بين أصدقاء هاوي وأصدقاء قطراوي. وهكذا كانت الأجواء قبل بداية اللقاء. حيث الابتسامات تتوزع هنا وهناك، وساحر البسمة دائما أمام الكاميرا بحركته الشهيرة. الفريق العنابي هو فريق أصدقاء قطراوي، نجوم كثار وأسماء كبار، ولكن الخطير دينجرس كان له رأي آخر بهذا الفريق. لا، ما عندهم شيء بالنسبة للأسامي، وش الأسامي بالنسبة للإمكانات الموجودة عندهم، أعتقد أنهم ما عندهم شيء صراحة. الفريق الرصاصي هو فريق أصدقاء هاوي الذي ضم أسماء أخرى لا تقل عن الفريق العنابي إلا بشيء واحد، وهو وجود اللاعب رقم واحد السيد مهدلي. صراحة مستوانا اليوم راح ينزل إذا لعبنا ويا هالفريق. يعني أتمنى إحنا كان ودنا نلعب ويا فريق نطور مستوانا، بس ما نلعب ويا فريق ينزل مستوانا. فيعني إذا فزنا 3-0 راح يعتبر فريقنا خسران. بدأت المباراة ويا ليتها لم تبدأ، فالعك الكروي كان عنوان الشوط الأول. غابت اللمحات وغابت الأهداف وغابت الفرص وغابت كل ملامح كرة القدم. انتهى الشوط الأول كأنه لم يلعب أصلا من جانب فريق هاوي الذي أثبت بأنه اسم على مسمى هو وفريقه الناري. صراحة الجمهور أثر علينا، الجمهور كان جدا راقد، ما شفنا أي تأثير منهم على اللعب لا لنا ولا ضدنا. وثاني شيء شفنا الحكم شوي لبعض القرارات اللي أثرت علينا. هذا يعني هاي دائما الأضعاف هاي حكيها، وما عندهم إلا الحكم والجمهور، يعني شيء مو غريب على مسعود. اختلف الوضع قليلا في الشوط الثاني، ونجح رياني 8822 من تسجيل الهدف الأول للفريق الأفضل قبل أن يضيف أبيض وأسود الهدف الثاني الذي كان بالألوان. بعدها نشط فريق أصدقاء هاوي باحثين عن هدف تقليص النتيجة، حتى جاءت ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي ترجمها قائد الهواة بهدف حفظ به ماء الوجه. ساهمت حنكة القائد الآخر قطراوي وخبرته الكبيرة في إبقاء النتيجة على ما هي عليه، لتنتهي المباراة بنتيجة 2 لفريق قطراوي و1 لفريق هاوي. بعد هذه المباراة التي كان من المتوقع أن تخطف الأضواء، انطفأت الأضواء بالفعل، ولكن ليعرض شريط أحداث البطولة بحلوها ومرها قبل أن يأتي وقت الجد ووقت التحدي الحقيقي بين إعصار غونو وفريق قطر فوتبول. أتوقع تخلص 2-1 لنا. لا، أنا أقول لك يعني إن شاء الله 2-3، يعني ما أعتقد أنه أقل، يعني الشوط الثاني بتشوف الأكثر إن شاء الله. هكذا إذن كان التحدي بين نجوم غونو المكتملي الصفوف ونجوم قطر فوتبول الستة فقط.
بدأت المباراة وسكت الجميع ونطقت أرجل اللاعبين هجمة هنا وأخرى هناك، حتى جاءت الشرارة الأولى بأمر من القاضي الذي وضع فريقه في المقدمة بالهدف الأول. ولم يطل الانتظار طويلا فأتى الرد سريعا، بل وأحلى رد من الوجه الجديد في قطر فوتبول محمد لرم الذي سجل هدف التعادل. نشط بعدها الفوتبوليون فسجلوا الهدف الثاني عن طريق محمد سعدون. ومن كرة مرتدة نجح حسن الحسن من إعادة الأمور مرة أخرى إلى التعادل، ولكن بهدفين لكل طرف. ثم تبادل الفريقان الهجوم بحثا عن هدف التعادل، فلم تفلح محاولة جونو ولا محاولة قطر فوتبول. ولكن ومن هجمة مرتدة سجل جونو هدفه الثالث بنفس الطريقة دائما وبأقدام القاضي مرة أخرى، أتبعه الشيباني بالهدف الرابع الذي لن تشاهدونه أبدا. شوط قوي الصراحة، وكانوا متقدمين علينا 2-1، الحمد لله رجعنا نتيجة 4-2 ونحاول نحافظ عليها ونسجل أكثر، نعزز الفوز إن شاء الله. الشوط الثاني بدأ بشكل ثاني، حيث بدأت المباراة تأخذ إطار الجدية والحماس سواء بالطرق المشروعة وغير المشروعة، حتى أتت ركلة الجزاء لقطر فوتبول عن طريق محمد سعدون، فضاعت الأولى وأعيدت، وجاءت الثانية ضائعة أيضا. حاول بعدها بسعدون تعويض الضربة الضائعة دون فائدة. ومن كرة بدأها فيصل الشعيبي أتى الهدف الثالث عن طريق الشعيبي نفسه. شعر لاعبو جونو بالخطر فحاولوا زيادة الغلة، حتى نجح فهد السعدي في إطلاق رصاصة السعد بهدف لا يحتاج مني إلى أي تعليق. بعد الصافرة انتهى كل شيء وفاز فريق جونو، بل وتوج باللقب وحمل أسير الملك على الأعناق وكأنه الملك فعلا. الحمد لله، يعني بدأنا ناخذ الأول من بداية البطولة، كان لعبنا في مستوى مرتفع، مجهودنا ما راح الفاضي يعني. وجاء الوقت لتتويج الأبطال، الأفضل ثم الأفضل ثم الهداف، ثم يأتي تتويج المركز الثاني، وأخيرا تتويج الأبطال. هكذا كانت الحكاية، وهكذا كانت النهاية، على أمل الالتقاء بكم في البطولة القادمة.